برضو نفس الكلمة اللي انا قلتها لكم في الاول، ان كل حاجة لها علاج، ما فيش داعي خالص ان انا اقلق او اضطرب، بس الصح ان انا ابقى عارفة انا في انهي مرحلة، انا هتعالج بايه كويس قوي، انا هتابع نفسي ازاي عشان ما ادخلش نفسي في مضاعفات. ده اللي احنا بنقوله، ان احنا سبحان الله ربنا لو ابتلانا باي مرض من الامراض احنا مش هنلعن الدنيا ونلعن الحظ، احنا هنتعايش معاه وهنحاول ان شاء الله نشفى منه، وهحاول ان انا ما اذيش اللي حواليا واحميهم من دمي ومن الحاجات اللي ممكن تلقيها. طبعا لازم الزوج او الزوجة يبقوا عارفين ان عنده فيروس عشان يحتاط على الدم. التطعيم ضد البي لازم، البي لازم، المفروض ان احنا قبل ما نتجوز كلنا نعمل بي، ولازم لو الست او الراجل كلاهما عنده بي لازم يقول لشريك حياته، ولازم شريك حياته يتطعم قبل الجواز علشان ما نقلوش البي. برضو الولاد والدم والسرنجات والابر المشتركة، انا ليا ابرتي هرميها وابقى عارفه ان انا اخدت بيها حقنه لو انا عندي فيروس بي او سي، يبقى لازم ارمي الابره بايدي عشان محدش تاني يستعملها او حد يلعب بيها. فيروس سي بيتنقل بالاتصال الجنسي بس بنسبه بسيطه جدا 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 غير فيروس بي. طبعا هو غالبا كلنا بنعمل كده، لما بنلاقي حد في البيت مصاب بفيروس كله بيروح يحلل علشان يعرف. غسل ايدين وبعد لمس الدم، والمفروض ما نلمسوش اصلا، مش نغسل ايدينا بس يعني. هو الاميونوجلوبولين ده بتاع فيروس بي، زي ما احنا اتفقنا فيروس بي احسن من فيروس سي بحاجة واحدة بس، ان فيروس بي موجود له تطعيم. فلو حد عارف ان عنده فيروس بي، طبعا كل المحيطين دول بيه بيتطعموا. الوزاره بدات تطعيم فيروس بي من حوالي 12 سنه، فالولاد اللي اقل من 12 سنه كلهم اتطعموا اجباري، اللي اكبر من كده واكتشفوا ان في مريض بفيروس بي في البيت المفروض يتطعم، مراته لازم تتطعم او زوجها لازم يتطعم. الست اللي عندها فيروس بي واثناء الولاده المفروض الولد اول ما بينزل بيتطعم بياخد حاجه اسمها اميونوجلوبولين علشان دي بتحميه من الاصابه، والمفروض ان دكاتره النساء عارفين الموضوع ده واكيد بيتم. وشكرا. شكرا للاستاذه الدكتوره ايمان رويشة على المحاضره السريعه التي اصرت بها في هذا اللقاء. والكلمة الآن للأستاذة الدكتورة هناء العربي، أستاذ حسن. كلمة للأستاذ الدكتور حسن الشناوي أستاذ الكبد بمعهد الكبد القومي، وعنوانها الوقاية من أمراض أورام الكبد والاكتشاف المبكر. الشعب المصري طبعا مرض الكبد منتشر قوي قوي، ممكن اكتر مناطق العالم امراض كبد هي مصر لاسباب كثيره طبعا، لكن احنا مهمتنا النهارده ازاي نقي انفسنا من الامراض الكبديه وبالذات فيروسات الكبد وما تؤديه بعد كده الى اورام الكبد. الحقيقه الاخت الفاضلة الاستاذ الدكتور ايمان رويشة قالت اغلب الحاجات اللي انا عاوز اقولها، لكن هعد عليها سريعا وننتقل الى اورام الكبد. لا لو هي القديمة يبقى
هي اتغير فيها كتير بس ما كانش في موضوع الشيف يا مرد الشيف نقطة فيها هو تقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يمكن الدكتورة إيمان في أثناء كلامها المريض لازم يحافظ عليه على نفسه وعلى الآخرين وعلى أسرته وعلى المحيطين له، ده تقوى الله إني يحافظ في استخدام الأدوات بتاعته، إني يبقى حريص قوي ويبلغ الآخرين. فتقوى الله يعني يمكن لو حد متخصص أكتر تشمل كل ما هو مطلوب من الوقاية. وإسلامنا الجميل الحمد لله لم يترك ثغرة في الوقاية، يعني حتى مع التقدم الشديد في العلم الرسول عليه الصلاة والسلام أبلغنا قبل 1400 سنة بحاجات وقائية بتكتشف حاليا. فتقوى الله أهم حاجة في الوقاية. الحقيقة ما هو المقصود بالالتهاب الكبدي وما هو الفيروسات للدكتورة إيمان يمكن اتعرضت لها كتير، وبرضو الالتهاب الكبدي مش بس الفيروسات، حاجات كتيرة جدا، السموم، الحاجات التلوث، المبيدات الحشرية، الأدوية اللي بناخدها بلا داعي وبلا أي كنترول. أهم من ده وده الطفيليات وأهمها البلهارسيا وانتشارها الكبير جدا في مصر، وما زالت الى حد كبير موجودة مش بالصورة المعلنة. طبعا فيروس اي وايه، الدكتورة هناء هتتكلم على الاي على الايه، وده ان شاء الله ما بقاش فيه مشكلة قوي. لكن في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام اتقوا اللعانين، قالوا وما اللعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. ودي اهم نقطة في الوقاية من فيروس الف وايه، طبعا فيروس بي وسي ودي الدكتورة ايمان الحقيقة اشارت اليهم باسهاب، لكن هقول بنسبة بسرعة كده انتشار كل واحد في مصر وكيفية القضاء عليهم. كيفية القضاء عليهم لازم تتكاتف كل الجهات، لان دي مشكلة ضخمة جدا في مصر بتصيب اكتر من ربع الشعب المصري. يعني تصوروا ربع الشعب المصري مهدد بامراض الكبد، يبقى لازم تتكاتف فيه كل السلطات وكل الجهات، دينية، تنفيذية، تشريعية، المدارس، الجوامع، الكنائس، كل الاماكن في مصر لازم تتكاتف بكل الوسائل للقضاء على هذه الامراض. فيروس بي بيقدر الحمد لله زي ما الدكتورة ايمان قالت ان التطعيم بدأ فيه من 12 سنة ونسبته قلت في مصر بصورة واضحة. يمكن كانت مصر من اكبر من الدول العالم الاكثر خضورة في البي، بقت نزلت للمنطقة المتوسطة وان شاء الله يختفي. لكن عندنا في مصر حوالي 3 مليون مصري مازالوا مصابين بالبي. الحقيقة السي بتختلف اكتر من كده، بتزيد اكتر من 8 مليون مصري عندهم فيروس سي. طبعا طرق الانتقال الدم ومنتجات الدم، المرضى اللي لهم غسيل كلوي وللأسف برضو مصر من اعلى النسبة